مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، أبناءنا طلاب الصف التاسع، مرحبا بكم في درس من دروس الكتابة في مادة اللغة العربية، وعنوان درسنا اليوم كتابة إعلان. كثيرا ما نرى الإعلانات تملأ الدنيا حولنا حتى أننا صرنا نضج من كثرتها، تزعجنا كثرة الإعلانات، ولكنها هي باب رئيسي من أبواب التسويق وجمع المال وتحقيق الشهرة، لا غنى عنها لمن أراد مالا ونجاحا وشهرة بالحلال وبالضوابط الشرعية التي أرادها الله تبارك وتعالى لنا. الإعلان عامل رئيس من عوامل جذب العملاء وتحقيق الربح الوفير في كل المجالات. اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف على طريقة كتابة إعلان بشكل نموذجي. هيا بنا أبناءنا الطلاب ندخل إلى درسنا. درسنا في صفحة 146، الكل يفتح كتابه معنا في صفحة 146 ويتابع معنا أبناءنا الطلاب الدرس. كلمتنا أبناءنا الطلاب هي الالتزام، وكلكم ملتزمون بإذن الله تعالى. ومن مظاهر الالتزام أن أتجنب الأحاديث الجانبية وألا أقاطع حديث الزملاء. هذه نصيحة، لا تقاطع أحدا وهو يتكلم، فهذه من أسوأ العادات التي تجعل المتحدثين يرفعون أصواتهم فيتحول النقاش إلى جدال، وربما إلى المشاجرة في بعض الأحيان، لأنه لا أحد يسمع. ما رأيكم في تلك الصورة؟ أليست إعلانا؟ إنها إعلان، إعلان يدعونا إلى شراء المنتج الوطني وتفضيل المنتج الوطني على المنتجات غير الوطنية. تعمل لاقتصادنا ولدولتنا الحبيبة قطر، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها ويعزها وبلاد المسلمين أجمعين. هذه الصورة تدل على إعلان. عفوا أبناءنا الطلاب، أهداف درسنا اليوم: 1- أن يحدد الطالب عناصر الإعلان. 2- أن يجمع الطالب المعلومات حول الموضوع من بعض المصادر. 3- أن يكتب الطالب مسودة الموضوع. هيا بنا أبناءنا الطلاب مع الهدف الأول، وهو أن يحدد الطالب عناصر الإعلان. عناصر الإعلان أبناءنا الطلاب، انظروا إلى تلك الصورة وذلك الإعلان. النشاط الأول: تأمل الإعلان المعروض جيدا ثم أجب على الأسئلة التالية. مسابقة أفضل قصة مصورة. سر الملتقى القطري للمؤلفين لإعلان عن طرح مسابقة أفضل قصة مصورة لطلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية تحت شعار اطمئن لكن لا تتساهل، بهدف التوعية والحث على اتباع إرشادات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. هذه صورة جميلة على قدر بساطتها، إلا أنها تضيف للإعلان جاذبية. شروط المسابقة: المسابقة لطلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية أن تكون رسومات القصة بما يتناسب مع الهوية القطرية والدين الإسلامي واحترام جميع العقائد. توجد تعريفات محلية لبعض الأسماء لتسهيل خيال الطلبة للأحداث بين القوسين. يمكنك أن تستعين بعملية بحث في بعض الكتب المتخصصة أو الإنترنت للتعرف على شكل العنصر المذكور في القصة. ترسل القصص المصورة في صيغة PDF على البريد الإلكتروني. 5- الموعد النهائي لإرسال القصص المصورة وكذا. هذا إعلان مكتمل العناصر، فيه صورة جاذبة، وفيه إعلان عن المسابقة، وفيه شروط للمسابقة تشتمل كل ما يمكن الاستفسار عنه حتى يبادر الجميع بالمشاركة في تلك المسابقة. لو سألتك ما الموضوع الرئيسي للإعلان السابق؟ مسابقة في القصة. ما الهدف منه؟ خلق الإثارة والمنافسة، المنافسة الشريفة بين طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في كتابة أفضل إعلان حول موضوع في غاية الأهمية، هو أن يطمئن الإنسان مع الأخذ بالأسباب للوقاية من فيروس كورونا. ما العلاقة بين الصورة المتضمنة في الإعلان وموضوعه؟ جاذبة، تعبر عنه أسرة كاملة، صورة
طفل يرسم صورة لأسرة وأبنائها يعيشون باطمئنان. هذه كلها أسئلة تستطيع أن تجيب عنها ابني الطالب من خلال الإعلان الذي رأيناه. تعالوا بنا لنتعرف على عناصر الإعلان. أول حاجة العنوان، ثم المعلومات المهمة، ثم عناصر الجذب. العنوان لابد أن يكون معبرا ولافتا وموجزا، موجز أي مختصر. معلومات المهمة، الزمان والمكان والشروط وتحديد الجهة المعلنة، مراعاة الفئة المستهدفة واللغة الفصيحة، أن تكتب الإعلان باللغة العربية الفصحى. عناصر الجذب، الخطوط، الألوان، الصور، الشعار. بارك الله فيكم أبنائنا الطلاب. الهدف الثاني، أن يجمع الطالب المعلومات حول الموضوع من بعض المصادر. لا مانع ابني الحبيب أن تجمع معلوماتك حول موضوع الإعلان الذي تريد أن تكتب عنه من أي مصدر أو أي مكان. فتستطيع أن تسأل أستاذك، تستطيع أن تقرأ، تستطيع أن تبحث في الإنترنت، في مواقع التواصل الاجتماعي. والدك اسأله، تذهب إلى صحيفة وجريدة الوطن أو الشرق، ثم تسأل عن كيفية كتابة إعلان مميز ومن أين تحصل على المعلومات. كل هذه طرق. تعالوا بنا نتعرف كيفية كتابة إعلان. عمل كتابة صيغة إعلانية تسويقية صحيحة على ضمان تحقق الغاية المرجوة منه، ولا تعد بالمهمة السهلة، سواء كان ذلك لتسويق المنتجات معينة أو توصيلها لأشخاص. ويمكن الاستعانة بمختص كتابة محتوى أو أكثر لصياغة مادة إعلانية سليمة وناجحة. خطوات كتابة الإعلان التسويقي، التركيز على العميل المحتمل. هنا عميلنا المحتمل في الإعلان الذي كان معنا هم طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية. ننتج قد نعد إعلانا لسيارة من صنع دولة قطر، إن شاء الله قريبا يحدث ذلك، فهي واعدة. فبالتأكيد العميل المحتمل هم كل دول العالم لشراء هذه السيارة، وأولى منهم المواطنون القطريون. اثنين، ذكر إيجابيات المنتج أو السلعة. لابد أن تذكر في إعلانك إيجابياته وبما يتميز. أيضا الابتعاد عن الحشو، لا تكثر في الكلام حتى لا تشتت العميل أثناء الإعلان. إثبات صحة الإعلان، لابد أن يكون إعلان صحيحا ليس كاذبا، فالإعلانات الكاذبة تجعل أصحاب الإعلانات إذا صدقوا لا يصدقهم أحد. مخاطبة عقل القارئ، يجب أن تدخل في إعلانك إلى عقل القارئ لتوجهه وتقنعه إلى الإيمان والاقتناع بسلعتك أو بما تعلن عنه. اختيار عنوان مناسب، يكون جاذب ومختصر وواضح. أبنائنا الطلاب، تعالوا بنا للنشاط في صفحة 147. عد إلى بعض الصحف والمجلات المحلية واجمع ثلاثة إعلانات لفتت انتباهك، واختر أكثرها جذبا، واذكر أهم ما أعجبك فيه. هذا نشاط أبنائنا الطلاب، انظروا إلى ذلك الإعلان. هذه المؤسسة القطرية للإعلان، كلمة فصاح، كل أحد على الساعة 9 مساء، وعاد يوم الجمعة على الساعة 7 مساء. هذه مسابقة دوحة المعرفة والوجدان للتصوير الفوتوغرافي. انظروا إلى شكل الإعلان أبنائنا الطلاب، فيه صور، فيه عنوان، فيه شروط، فيه تحديد الجوائز. لماذا ذكر الجوائز؟ لتحفيز تأكيد على مصداقية الإعلان عند العميل، وبالتالي يسارع بالمشاركة واقتناء ما يعلن عنه أو المشاركة فيما يعلن عنه. هذه كلها من سمات الإعلان. الهدف الثالث، أن يكتب الطالب مسودة الموضوع. هذه هي مسودة الموضوع. مثلا مسابقة الإلقاء الشعري، عندنا هذا، هيا بنا نقرأه. قرر قسم اللغة العربية في مدرستك إقامة مسابقة في الإلقاء الشعري بين طلاب الصف التاسع. صمم إعلانا تروج فيه لهذه الفعالية على أن تتوفر فيه خصائص وسمات الإعلان الناجح والجاذب. يمكن الاستفادة من الإرشادات التالية: اختيار عنوان بحيث يكون معبر وموجز ولافت انتباه، من الإعلان معلومات مهمة اللي هي الشروط، تحديد الجهة المعلنة، مراعاة الفئة المستهدفة في لغة الإعلان، المعنيين بالإعلان إليهم، تضيف عناصر الجذب مثل الخطوط والألوان والصور، اللغة الفصيحة الموجزة الخالية من أخطاء، والاستفادة من صحيفة التقييم هنا في كتابنا. يا بنا أبنائنا الطلاب، هذه مسابقتنا وإعلاننا عنها شعراء المستقبل.
يعلن قسم اللغات العربية بمدرسة الأندلس الإعدادية عن إقامة مسابقة في الإلقاء الشعري، وذلك يومي الأربعاء 21/4/2021 في مسرح المدرسة، وتقدم طلبات المشاركة في المسابقة لرئيس قسم اللغة العربية في موعد أقصاه 15/4/2021. شروط المسابقة: أن يكون الطالب من طلاب الصف التاسع، أن يحصل الطالب على تزكية من معلم المادة، أن ينجح الطالب في اختبار القدرات الأول للمسابقة. هذه مسابقة أبناءنا الطلاب، قد أعلناها ونفذناها وشارك فيها الكثير منكم، وزعنا فيها الجوائز، وكنتم منافسين ومتنافسين بشكل شريف، وكانت مسابقة رائعة، هذه حقيقة. أبناءنا الطلاب، مع صحيفة تقييم الكتابة في صفحة 147 أتركها لكم، تستطيعون من خلالها أن تجيبوا وتحددوا قدراتكم في كتابة إعلان حول مسابقة الإلقاء الشعري أفضل مما كتب. أبناءنا الطلاب، تكاملنا مع مادة الشرعية والقدرة على الابتكار موهبة أودعها الله في كل عقل، وكل على القدرة على الابتكار موهبة أودعها الله في كل عقل، ويجب على كل إنسان فقط أن يبدأ، كل ما عليك هو أن تبدأ. مختلفا، العالم لم يعد في حاجة إلى المزيد من النسخ، لا بد أن يكون الإنسان جديدا ومتطورا دائما. أبناءنا الطلاب، ما العناصر الأساسية لتصميم الإعلان؟ هذا سؤالكم، نغلق بدرسنا. في نهاية درسنا أبناءنا الطلاب، أرجو لكم التوفيق والسداد، وأدعوكم للجد والاجتهاد والمذاكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.